والآن مع كلمة معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. And now with the speech of Dr. Ashraf Subhi, the Minister of Youth and Sports. بسم الله الرحمن الرحيم. بيسعدني ويشرفني ان اكون موجود يعني وللمره الثانيه وبعد نجاح طبعا تنظيمي لبطوله الانديه الافريقيه لكره الطائره للرجال، ومبارك للنادي الاهلي على الفوز بالبطوله. والان في حضور معالي رئيس الاتحاد السيده بشرى حجيج رئيس الاتحاد الافريقي لكره الطائره، اللي بتقدم ليها بكل الشكر والتقدير للحقيقه مسانده تطوير الكره الطائره على المستوى الافريقي. بنشكر حضرتك وبنشكر الاتحاد الافريقي لوضع البطولتين يعني وتنظيمهم في جمهوريه مصر العربيه، واحنا بندي كل الدعم للتنظيمات البطولات على مستوى كل الرياضات وكل الالعاب، هي حتى تليق بما ينبغي ان يكون من تنظيمات. بشكر كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس الاداره على هذا الجهد وهذا التنظيم، وايضا شكر منقول للسيد مهندس ياسر قمر رئيس مجلس اداره الاتحاد المصري للكره الطائره. والحقيقه كره الطائره بقى ليها شان يعني كبير، اختلف تماما منذ ان بدانا يعني خطط واستراتيجيه التطوير لكل الرياضه المصريه، والان الكره الطائره في كل المراحل الحمد لله موجوده على المستوى العالمي والدولي، ويمكن دوره الالعاب الافريقيه اول مره نفوز في السيدات بالكره الطائره من 1987. ان شاء الله هندعم الكره الطائره، ودعم الكره الطائره الحقيقه لتطويرها هو دعم للكره الطائره في افريقيا. الاستاذ محمد ضماطي بشكرك ل يعني رئاسه اللجنه التنظيميه من قبل مجلس الاداره، وايضا اعضاء مجلس الاداره كابتن فؤاد عبد السلام، ويعني بنشكرك انت وكل طاقم العمل في الاتحاد الافريقي كل الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لمعالي الوزير الدكتور اشرف صبحي.